خبر عاجل يا جماعه، لسه يعني شايفينه حالا. صفحات كتير جدا اتكلمت عن ان كارتيرون خلاص تم فسخ تعاقده بالتراضي، بعد طبعا ما لجأ للسفاره الفرنسيه علشان يشكو مرتضى منصور بسبب ان هو سرب امبارح مكالمه هاتفيه او تسجيل صوتي منسوب لكارتيرون على الهواء في برنامج على قناه الحدث اليوم. ويقال ان حصلت جلسة ما بين مرتضى منصور وكارتيرون وحد اعتقد من السفارة الفرنسية ومترجم علشان العقد يتم فسخه بالتراضي، وان مش عايزين اي مشاكل حالية بين سفارة فرنسا ومرتضى منصور، وكلام كتير عن مرشحين لخلافة كارتيرون ابرزهم جروس وابرزهم ايضا باتشيكو واثنين مدربين تانيين، واحد بيدرب في الدوري الاسباني ليه اسم كبير بس ما تمش الافصاح عن اسمه، ومدرب اخر تحتفظ ادارة نادي الزمالك باسمه. يعني اتمنى الخبر يكون صحيح، واتمنى ربنا يكرم نادي الزمالك.